السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقطع جديد طبعا في هذا المقطع راح نلعب أنا وخالد تحدي الشوت. إذا هو فاز راح ياخذ 10 دولار أو 5 دولار على حسب ما يختار، وإذا أنا فزت ما راح ياخذ ولا شيء. فبإذن الله يلا بسم الله هذا هو. يلا بسم الله يا شباب، هاك درم جن عشان تكسر. اختار أي مربع. يلا يلا اختار. لا نطيت على هذا. يلا يلا هذا اوكي. يلا اكسر المحاولة الأولى. ولا شيء، قصد انك محاولة على الفاضي. الحمد لله ولا شيء. خمس فلوس. طيب يلا تعال على فوق المحاولة الثانية. يلا اختار. هذا فكر. هذا فكر. هذا هذا ما ودك تغير. غير غير غير. لا لا والله بدي سلام. أطيب لك أطيب لك. غير أحسن لك. لا أطيب أحسن. طيب يلا هذا. يلا أكسر لك. يلا. بقيت آخر محاولة. لا راحت فلوسي. يلا اختار. فكرة. فكرة. أوه الحمد لله. مودك تغير؟ يمكن اختار. لا الحمد لله غطيت. والله الحمد لله انه ما تدري ما يدري انا قاعد ارقص ليه. اها لا هذا ما دخل. يلا هنا. لا راحت عليك كل المحاولة. لا والله بقيت محاولة واحدة نسيت. ها يلا يلا محاولة معك. محاولة واحدة ولا هلا هلا محاولة. يلا أعطيك أعطيك محاولة زيادة عشان تحاول تنسى. ممكن مو قاعد يدري. لا 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 لا, لا. اختار واحد منهم. جدك 10 دولار ولا 5 دولار؟ ايش رايك انت يعني 10 دولار؟ لا اخذ اخذ 10 دولار. لقى 5 و10 15 دولار. لانك اخذت 5 ولقيت 10 15 دولار. يا حظي. أبفهم عاد شو تسوي فيها ذي. خلاص إن شاء الله بعد شوي بطلع المغرب وأروح أجيب لك إياها. أوكي طب زي ما شفت يا أخي حيوان والله الكيامة. يا الله والله حسب هو قاعد يقول مش يقول أصور مقطع حظي زبال مدري إيش. أخذت يا أبوي. إيش هالحظ إيش هالحظ علمني وإيش حظك مستورد هالحظ منين منين حظك بس. الفيديو كذا كان نهاية المقطع. إن شاء الله المقطع عجبكم. يلا السلام عليكم. لو ودكم نسويها معاكم الأسابيع الجاية أو بعد أسبوعين أو ثلاثة نقدر. يلا مع السلامة. خالد. يلا السلام عليكم.